just killed my mother. اهلا سيدة. ما يمكن ان نقيمه اليوم في قطاع الصحة بولاية برج ان هناك نهضة وهناك فعلا نشاط وهناك تغطية صحية لكامل الولاية. ستستفيد الولاية ايضا بانجازات اخرى، وما يمكن الآن تصوره أن هذه الوقاية حظيت من قبل الدولة بمجهودات كبيرة تجلت في الواقع، وسنواصل المجهود بأيضا تعيين أطباء أخصائيين في مجالات أخرى لولاية برج بحريش.